اهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى افلام من جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف المحليه والعربيه والدوليه ونبدا بعد الفاصل. البدايه من صحيفه الميثاق الوطني العراقي ونقرت فيها مقالا بعنوان ينتهكون حقوق العراقيين للكاتبه ساره جميل، تقول فيه: عند قراءه الدستور العراقي في مواده المتعلقه بحقوق الانسان للحظه تظن انك في بلد الانسانيه واللامتناهيه لما فيه من نصوص تدل على احترام الإنسان وضمان الحرية التي تجعل الفرد مهما وله قيمة عليا، ولكن عندما تنظر للواقع ستصعق بعكس ما قاله الدستور، حيث الانتهاكات اللا إنسانية المتكررة التي لا يسلم منها رجل ولا امرأة. وعند الاطلاع على الإحصائيات التي تعدها الأمم المتحدة بشأن المجازر اللا إنسانية التي اقترفتها المجاميع المسلحة تصاب بالذعر. السجون العراقية لها النصيب الأكبر من اللا إنسانية، فلو اطلعنا على السجون واكتظاظها بالسجناء، حيث الكثير منهم سجنوا دون أدلة أو على أساس طائفي وبتهم كيدية بعد أن مورست عليهم أشد أنواع التعذيب كالصاق الكهربائي والتعذيب بالضرب الشديد والاغتصاب وغيرها من الأمور التي تجعل الإنسان يعترف بما لم يقترفه ولم يفكر فيه. أما النساء فلظلمهن حكاية أقسى تمر عبر الابتزاز من أجل الحصول على لقمة لأطفالهن أو راتب لزوجها الذي قتل بأحد الحروب أو الصراعات القائمة منذ الاحتلال إلى اليوم. وتضيف الكاتبة: لم تتوقف الانتهاكات عند السجون، بل هي منتشرة في كل شبر في أرض العراق. فهناك الكثير من العراقيين غيبوا عمداً عن أهلهم منذ سنوات ولا يعرف مصيرهم، وهناك الكثير من المهجرين الذين هجروا ظلماً وتم أخذ مدنهم منهم بالقوة والترهيب. وهكذا فالانتهاكات اللاإنسانية في العراق كثيرة وكبيرة ولن تتوقف طالما أن القانون صامت ومشلول، وطالما أن هناك حكاماً يحكمون العراق حسب ما تريد كتلهم وليس كما نص عليه دستورهم. إلى صحيفة المدى التي نشرت مقالاً بعنوان اضحك مع الدولة العميقة للكاتب علي حسين، يقول: تهل علينا النائبة عاليا صيف كل يوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصحف والفضائيات، ويتعاطى العراقيون جرعات مسكنة من التصريحات التي يطلقها بعض النواب، حيث يظهرون بالصورة والصوت ليعلنوا أن المحاصصة طريقنا لتقاسم الغنائم، وبعضهم يصرح بأنهم اكتشفوا فجأة أن المال العام يسرق وأن النفط ينهب في وضح النهار، إلا أن واقع الأمر يثبت بالدليل القاطع أن أحداً في العراق لا يثق على الإطلاق بتصريحات السيدة النائبة وبجوجة المتباكين على النزاهة. والدليل أن معظم العراقيين يسخرون حين يسمعون أن هذا العام سيكون الأخير في سلسلة معاناتهم مع أكاذيب المسؤولين. وفي المحصلة النهائية يمكن القول أن الغالبية العظمى من العراقيين لا تعتبر الكثير من النواب والمسؤولين صادقين في تصريحاتهم. نتابع. وفقاً للأرقام المعلنة حتى الآن، فإن مئات المليارات نهبت من أموال العراقيين على مشاريع الكهرباء والسدود وصفقات السلاح والحصة التموينية والمدارس والمستشفيات، وجميعها مشاريع على الورق ذهبت أموالها إلى جيوب كبار المسؤولين، وأن ما نهب من أموال يصعب تصديقه في أي بلد. لكنه في العراق يقدم الدليل القاطع على أننا نعيش زمن اللصوص الكبار، ولهذا فالمواطن يدرك جيداً أن طلات عالياً صيف وصراخها حول النزاهة لا تنفع حين يكتشف أنه بكاء باطل بعد صمت وتواطؤ. حين تحولت السيدة النائبة من موظفة بسيطة إلى واحدة من كبار أغنياء العراق، وقررت مؤخراً أن تتحول إلى منظرة سياسية لتقدم لنا خلاصة فكرها النير، فوصفت زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي بأنه الدولة العميقة. والنائبة تعتقد، أو هكذا صور لها فكرها السياسي، أن عبارة الدولة العميقة هي من باب المديح، ولا تدري أن الدولة العميقة تعني شبكة الأشخاص الذين ينتمون إلى تنظيم غير رسمي له مصالحه الخاصة التي يسيطر من خلالها على مؤسسات الدولة.
نقرأ في صحيفة عربي 21 التي نشرت مقالا بعنوان الإقليم السني والحلقات المفقودة للكاتب جاسم الشمري، يقول فيه: عادة أو عادة للواجهة الإعلامية والمجتمعية من جديد المجادلات العراقية الطويلة العريضة والقديمة الجديدة المتعلقة بالدعوة لإنشاء الإقليم السني. هذا الموضوع من المواضيع الشائكة والمخيفة، ومن يعتقد أن الهروب نحو الإقليم هو الحل هو أو أن مشاركة السنة الهامشية في العملية السياسية حققت بعض أحلامهم، نتمنى عليه أن يذكر لنا بعض تلك المنجزات. نحاول هنا قراءة هذا الموضوع الدقيق والحساس بموضوعية وعقلانية وقانونية. فتشكيل الإقليم السني ليس قضية إدارية بحتة، بل هي بداية لتقسيم العراق بسبب البحث عن الهوية السنية وتنامي فكرة الضياع في دخاليز التهميش والتغييب السياسي والحياتي والقانوني. نتابع. الدعوات للأقاليم ليست جديدة، وقد سبق أن وقعت مطالبات للإقليم السني، لكن تلك الدعوات واجهت رفضا مستمرا وواضحا. ويبدو أن الكيانات السياسية الرافضة للإقليم تضع رأسها في الرمال وتتجاهل الأسباب التي دفعت للمطالبة بالإقليم السني أو الدوافع السياسية الحقيقية لتحريك هذه الورقة المفصلية. والدعوات للإقليم ليست من فراغ، وإنما هي هروب من واقع سياسي واجتماعي واقتصادي وإنساني وقانوني سقيم. فالتهجير والقتل خارج إطار القانون، واستمرار مأساة المغيبين والمعتقلين، وسحق قانون العفو العام، وتجاهل أوضاع المهجرين والنازحين والمطاردين بمشايات كاذبة، والمحرومين من العودة للبلاد، وفقدان أعز ما يملكون، كلها أسباب متجددة تشجع الناس للهروب من واقعهم المخيف، رغم قناعة الغالبية منهم بأن هذا الهروب ليس حلاً جذرياً. ويضيف الكاتب: الداعمون للإقليم السني منهم الأنقياء الأصفياء، ومنهم من لا يريدون الخير للعراق، ولهذا ينبغي تجفيف منابع وأسباب الدعوة للإقليم، حيث إن غالبية المناطق السنية تعاني منذ عقدين من أزمة ثقة حقيقية مع حكومات بغداد، وتهميش لطاقات الشباب، ومنع النازحين من العودة لمناطقهم، وسيطرة الجماعات المسلحة على الكثير من مصادر رزقهم وتجاراتهم. وإلى صحيفة العربي الجديد التي نشرت مقالا بعنوان: ماذا بينك وبين الله أيها الفلسطيني، للكاتب حلمي الأسمر. جاء فيه: حفل التاريخ البشري بأحداث جسيمة أو حفل بأحداث جسيمة وابتلاءات تكاد تفوق قدرة البشر على الاحتمال، أصابت هذا الشعب أو ذاك، ويبدو أن الشعب الفلسطيني قصب أو له قصب السبق ونال أرفع وسام في سباق الابتلاءات، فما شهده أو شهده خلال آخر 100 عام مكتظ بسير الكارثة والبطولة والانكسار والصمود، السحق، المحق، النهوض من تحت الرمال. أما الجزء الأكثر دموية وكارثية في سيرته فهي أو هو تلك الملحمة التي نرى فصولها اليوم بكل توحشها وبشاعتها وبطولتها في غزة تحديدا وفلسطين عموما، حيث يقدم وجبة الشعب يوميا من الشهداء والجرحى والمعتقلين والأسرى والمختطفين، فضلا عما يخسره في صعيد الممتلكات والابتلاءات من نقص في الأموال والغذاء والدواء وبكل ما يتعلق بما يلزم من أساسيات لاستمرار الحياة لا الرفاه. نتابع. في الإسلام السمحة، ما يصيب العبد من ربه هو ابتلاء أو عقاب. وحينما ننظر في طبيعة ما يجده الفلسطيني اليوم، فالأغلب أن ما يمر به هو ابتلاء بحت، ومقدمة لأحداث جسام بدأت تباشيرها تظهر هنا أو هناك. وما يؤيد هذا تلك اللغة الوديعة التي تجري على ألسنة المبتلين بالقتل والفقد والتدمير وخسران الممتلكات، لغة تسليم كامل بقضاء الله وقدره بلا سخط أو رفض أو تذمر. فحينما تنظر تجد القوم يحمدون الله على ما أصابهم ويستسلمون طواعية رضا بقضائه وقدره، ولا تكاد ترى من يشد عن هذه القاعدة، وكأن ثمة اتفاقا سريا بين الجميع على أن يقولوا بصوت واحد عقب كل ابتلاء مهما بلغت فداحته: الحمد لله. وهذه العبارة بالذات حيرت أهل الغرب
ممن لا يعرفون معناها. فماذا بينك وبين الله أيها الفلسطيني حتى خصك بكل هذا القدر من الابتلاء والصبر والبطولة والبلاء الحسن؟ من أين لهذا الإنسي العادي كل هذا التحمل؟ وثمة رجال في عالمنا يبكون إذا جاعوا وينتحبون للسعة نحلة وينهارون بعد أول صفعة، بل ثمة قامات يركعون تحت أقدام العدو خوفا على منصب أو جاه أو مال أو طمعا في شيء من حطام الدنيا. إلى موقع قناة الرافدين الفضائية، حيث نشر مقالا بعنوان التصفيق الهستيري في زيارة الوداع للكاتب طلعت رميح. جاء فيه: كان الخطاب أمام الكونغرس خطاب لقاء الوداع، ولم يكن التصفيق المتكرر بعصبية إلى درجة الهستيريا ترحيبا به أو بما يقول، بل كان وداعا له ولزمن بقاء في الحكم طال وتمدد حتى انطلقت معركة طوفان الأقصى، فحان وقت رحلته الأخيرة ولقاء الوداع له ولدوره. الكل يدرك ذلك، فقد انتهى زمن نتنياهو وانتهى زمن سطوة اللوبي الصهيوني المطلقة على النخب والجمهور في الولايات المتحدة. وكل هذا التصفيق الهستيري كان محاولة للتغطية على تلك التحولات التي برزت بقوة خلال هذه الزيارة. لقد تساءل كل من تابع دلالات تلك الحالة المبالغ فيها من التصفيق إلى درجة النوبات العصبية خلال إلقاء نتنياهو خطابه أمام الكونغرس. ما هذا؟ هل هو احتفاء بما يقول وهو لم يقل إلا كذباً؟ هل التصفيق كان لإعلان التصديق على الكذب؟ أم أن الجميع كان يدرك أنها النهاية لنتنياهو؟ نتابع. لم تكن تلك الحالة على هذا النحو إلا لإخفاء التغيير الذي حدث سواء لنتنياهو وكيانه أو للتحول الحادث في موقف النخب والمجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد رفض عدد تتراوح تقديراته بين 80 إلى 112 عضواً من أعضاء الكونغرس الأمريكي حضور الجلسة والاستماع للخطاب المليء بالأكاذيب والتلفيقات، وهو ما جعل نواباً داعمين للتحرك والجلوس في مقاعد في مناطق بدت خالية في القاعة، وتلك سوابق لم تحدث من قبل. ويضيف الكاتب: كان المبنى الذي ألقى نتنياهو خطابه فيه محاطاً بالآلاف من المتظاهرين ومنهم يهود الذين رفعوا شعارات تقول لنتنياهو: أنت قاتل للأطفال والنساء، أنت مجرم حرب. ورأى نتنياهو في قاعة المجلس إحدى العضوات ترفع لافتة كتب عليها: نتنياهو مجرم حرب. وخلاصة خطاب نتنياهو أنه مثل صرخة استغاثة لأمريكا للإمداد بالسلاح والحماية من الملاحقات القانونية، وأنه تأكيد على خضوعه الكامل للتوجيهات الأمريكية. أما هؤلاء المصفقون فهم يعلمون قبل غيرهم أنهم صفقوا لقاتل ومجرم حرب مطلوب للجنائية الدولية، وأرسلوا بذلك رسالة للعالم كله بكذب كل شعارات الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي تتشدق بها أمريكا. إلى الرسوم الكاريكاتورية. صور اليوم، حيث نشرت وكالة الأناضول خبرا بالصور يتحدث عن انطلاق فعاليات دورة الألعاب باريس الألعاب الأولمبية لعام 2024 بمشاركة نحو 100 قارب محملا ب10500 رياضي من 204 دول، فيما بدأ الحفل مع انطلاق القوارب من تحت جسر أوسترليتس بالعاصمة الفرنسية باريس حتى الوصول إلى مواجهة ساحة برج إيفل، ووصولا إلى جسر لينا
قاطعة مسافة تزيد على 6 كيلومترات ليتم هناك إيقاد الشعلة الأولمبية والإعلان الرسمي عن انفتاح الأولمبيات أولمبياد باريس. هذا ويعد حفل انفتاح أولمبياد باريس فريداً من نوعه، حيث يقام خارج الملاعب للمرة الأولى في التاريخ. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. L'attaque a été préméditée, a été calculée, a été coordonnée. Oui, je pense qu'il y avait vraiment intention de nuire et nuire gravement, puisque l'endroit aussi où ces incendies ont été provoqués, ça correspond à des bifurcations. Donc pour un seul incendie, on touche deux itinéraires, deux destinations. Donc oui, il y avait intention de nuire et intention de nuire les Français qui partaient en vacances. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.